إذا أنا جاي هنا أقعد معي أتعرف عليك شوية وأجمع شوية معلومات عشان أعمل لك طقم. دي الخطة يعني. مسميني للي سابني وراح، مسميني للي زعف الناس، مسميني للي زادني يكراح، حسيني اقوى شاب في مصر. ولا يوم اعيش امثل فيها، انا قلت نفسي مفيش بعديها، قررت اعيش ومبشتكيش ولاجلي نفسي انزه فيها. طيب بص، يعني في الحاجات دي دايما بحب ابتدي كده بشويه اسئله عشوائيه، اجمع كده معلومات ومنها بقى اعرف بقى اطلع منها شويه الافكار اللي ممكن ابتدي اشتغل عليها. عمدا بلاحظ انك انت بتلبس الوان غامقه. بص، هو مؤخرا يعني بقيت بلبس كده على حفلات ولا حاجه، فبقاش هلبس احمر وبلبس اصفر وبتاع، بس يعني اللي بيريحني انا اكتر الغوامق. موضوع المزيكا دي انا عايز اعرف انت ابتديت فيها ازاي، او انت دخلت على طول على الراب ولا كان في حاجه قبليها، ولا الموضوع ابتدى ازاي؟ الاول كنت بسمع، فاهم يعني، ما كنتش لسه بدات اغني، كنت اسمع بس مهرجانات، ما كنتش مواد قوي مع الراب الصراحه، مش فاهم، اعرف شويه ناس كده بس لا يعني عايز الخطة بتاعت المهرجان الشعبي. ازاي بقى عملت اغاني؟ عشان كنت بلعب كوره، دي بقى الطريق بتاع التمرين ده بس، وانا ماشي بكتب بقى بدات اسمع راب وكده، فقلت لي مثلا ما اعملش اغنيه وانا رايح في الطريق اسمع. فانا عملت كده، فاهم، وانا رايح التمرين بقى بسمع اغنيتي. طب هي اول اغنيه اللي انت عملتها اسمها ايه؟ ما بحبش الكلام في حاجة، كانت شلطة في حاجة. طب اسم وينجي معناه ايه؟ او ليه معنى، او انت الاسم ده جه منين؟ ماشي، وينجي، وينجي هي اصلا في الاساس اسمها وينجي. وينجي. وينجي دي كلمة نوبية، انا اصلا نوبي، انا من اسوان، كلمة معناها نجم. بس انا حسيت يعني ان هو ده. خلاص يعني كده من اللي انا جمعته، يعني انا هركز في الوان غامقه كاتس، يعني مش هنقول ان هي واسعه وباجي بس مريح. من ناحيه الديزاين مش هخليه حاجه فاقعه وحاجاتك هاديه، ما فيهاش اصلا ديزاينز قوي وجرافيكس، انت بتختار اكتر كاتس والوان، فده اللي احنا نركز فيه. احنا لما قعدنا قررنا ان احنا نركز في النجمه، فاللي انا حاولت اعمله ان انا اخلي النجمه دي تبقى شكل اللي على حرف الدبليو اللي هو اول حرف في وينجي. عملت بقى كذا فاريشن قعدت اكمل فيه، حاولت اعمل الدبليو بثلاث نجوم، دبليو اسمك كله. في حاجتين بالنسبه لي كانوا مميزين يعني عن الباقي، حاولت احطها كده على السكتش القميص. يعني مش هقول ان انا انسبايرد من الستايل النوبي، بس اللي هو الستايل اللي هو سهل وبسيط وفي النقط، ده كان الانسبريشن بالنسبه لي. بص ايه البنطلون الاول، ماشي نجم، وعملت الخياطه برضو بتاع البنطلون نفسه يبقى ماشي على نفس اللون الجيوب ده. بقى القميص من فوق شكله هيبقى بيموت ده، شكله هو ده. مش انا حسيت ده كمان خامته بقت فاهم حديثه، يعني ما برضو هتعرف تلبسها في الجو ده، ولو طلعت اون ستيج او طلعت في ست مش هتقعد تعرق بقى وتموت قدام الناس. بالظبط. بعدين بقى القميص نص الكم، هي بقى التريك في ده ان التصميم نفسه بيبان على حسب الاضاءه اللي هي جايه عليها، يعني انت لو اضاءه واطيه مش هتشوفها قوي، بس لما تجيبها في النور اوكي الموضوع بيبقى واضح شويه شويه. مش ده اللي انت كنت بتتكلم عليه صح؟ بالظبط هو ده. فلما تشال عليه تساب عليه كده تكستشر كده معين هيلعب معاك، يعني مش اللي هو فاهم فاقع في وشك. بالذات ان الحاجات التانيه فيها الوان وفيها كونتراست، فده حلو ان ده بيهدي شويه، فده هيبقى اللوك التاني بس، وبرده ماشي مع البنطلون. ده مش هيبقى شكله طبيعي، هيبقى موز. ومعمرك نفسي منذ النشأة، جيب معبي بكريت بيه، بحب انزل نفسي كتير، شكلي واجع وبلبس شيك، ماشي في الدنيا كن عليا وخمسة عليا عشان شواف، نجمة عليا عشان متشاف، بصي في وقت ومش بحتاج. ولو وقعت في يوم انا عندي اخواتي على خط الموت، عادي قاعدين والحاضر بين علشان ما بقوش على الموضه، ولا يسابقني الموت عشان عملنا الموجه، ولا يحوطني الشوك، ليفيلا فيدا لوكا.